الحال شهادة البكالوريا لهذه السنة دار في ظروف جيدة، وكان متميزا جدا إن على مستوى التنظيم، إن على مستوى المواضيع، إن على مستوى حتى ما يسمى بعملية الغش. فشاهدتم ولاحظتم ورفقتمونا في تنقلاتنا وكنتم حاضرون دوما ودائما، ورأيتم أنه هذه الظاهرة تراجعت كثيرا، سنتخلص منها إن شاء الله. كذلك لاحظتم أنه لم نرى أي مترشح يشتكي من وجود أخطاء في المواضيع، أو كذلك هناك يشتكي من دروس لم يتلقاها. فلقد تعهدنا في بداية السنة الدراسية على أن تكون الامتحانات في صلب ما درسه أبناؤنا، وكان الأمر كذلك.